في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قامت المؤسسات العالمية بتنسيق من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبادل المذيعين بدول المجلس، الذي يهدف لتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع عجلة تطور ونمو المنطقة. على دروب الخير، تتواصل حلقات التعاون لدفع العمل الإعلامي الخليجي للأمام لتشكيل مجتمع متحد الوعي وتم التنسيق في مفاهيمه ومسؤولياته لتنفيذها. آخر حلقات التعاون الثنائي كان في محور التعاون التلفزيوني وبرنامج تبادل الزيارات بين المذيعين بدول مجلس التعاون. أهلا بكم مشاهدين الكرام، أحييكم أنا يوسف العوفي من تلفزيون المملكة العربية السعودية. سرني أن أقدم لكم نشرة أخبار الثامنة من تلفزيون مملكة البحرين في إطار التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. فمن لؤلؤة الخليج البحرين صدح صوت الرياض ليخبر بمستجدات الأحداث. ما في شك أن التبادل الإخباري يمثل أو هو يعني داعم ودافع للتبادل السياسي والاقتصادي والثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي حقيقة كان التبادل الإخباري نافذة جيدة وممتازة ساعدت يعني على توائم دول مجلس التعاون من خلال إعلاميها مثلا المشاركين سواء كانوا مذيعين أو غير مذيعين. وبالنسبة لي أنا كمذيع يعني مثل لي هذه التجربة مثلت لي شيئا كثيرا، يعني ما في شك رغم الخبرات المتراكمة والموجودة قبلا، إلا أن يعني احتكاكي بجانب الخبرات الموجودة هنا مثل لي داعم وحافز لأن يكون لدي خبرات متراكمة أخرى يعني استقيتها من هنا. ويأتي العمل الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون بهدف توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، لينطلق صوت بحريني على أثير أبوظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، أحييكم أنا سهير عصفور من تلفزيون البحرين. يسرني أن أقدم نشرة أخبار الثانية من قنوات أبوظبي إلى حضراتكم. في إطار التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، نبدأ النشرة بأبرز العناوين. ويظل الإعلام الخليجي مستمرا في تطوير مختلف أوجه تعاونه، ويأتي برنامج تبادل الزيارات بين المذيعين بدول مجلس التعاون ليعكس مستوى آخر من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات. طلال نايف من مركز الأخبار تلفزيون البحرين.